مدة التقديم أمام لجنة التحكيم هي دقيقة واحدة فقط. كلمة واحدة قد تغير رأي العالم كله، فما بالك بدقيقة كاملة. هذا هو التحدي. البيت الأمثل لقلبي أمي، وما أنا إلا امتداد لعظمتي. عندها ثقة شديدة بنفسها. الديباجة كانت طويلة. خلينا نصوت. لجنة واجهت صعوبة بالاختيار. تحدي القراءة العربي الجمعة 8 بتوقيت السعودية على MBC1.